أهلا بكم. احتفلت حراسة الأراضي المقدسة الآباء الفرنسيسكان بمناسبة عيد النبي موسى، حيث ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداسة الاحتفالية بهذه المناسبة بمعاونة عدد من الآباء الكهنة ومشاركة جمع من الراهبات والمؤمنين. المزيد في هذا التقرير. جبل نيبو في محافظة مادبة يبعد عن العاصمة عمان حوالي 40 كيلومتراً في أعلى قمة الجبل. يستطيع الزائر أن يشاهد الأراضي المقدسة والبحر الميت. يأمه السياح والزوار من كافة أنحاء العالم. ازدادت أهميته بعد زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأردن عام 2000 وقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2009، حيث اعتمده الفاتيكان كأحد أهم المواقع الدينية للحج المسيحي في المملكة بعد المختص موقع معمودية السيد المسيح ومزار سيدة الجبل في عنجرة وموقع مار الياس وجبل مكاور. في جبل نيبو يقع مزار النبي موسى، وخلال القرن العشرين قام علماء حراسة الأرض المقدسة الذين كانوا قد اشتروا الموقع عام 1932 عملوا على حفريات أثرية أظهرت الدير والكنيسة والفسيفساء الموجودة فيها، وبهدف حماية الموقع الأثري وتأمينه تم إنشاء المبنى الجديد والذي احتفل عام 2016 بإعادة تدشينه، حيث أعلنت حراسة الأراضي المقدسة الآباء الفرنسيسكان والمسؤولون عن المكان عن إعادة فتح أبواب المزار من جديد ليتمكنوا من مشاهدة بعض أجمل اللوحات الفسيفسائية الموجودة في الكنائس الأردنية. إن مزار النبي موسى على جبل نيبو هو الموقع الذي فيه بحسب الكتاب المقدس أرى الله موسى الأرض المقدسة، وهو المكان الذي فيه رقد هذا النبي والذي تكرمه الديانات كافة. وبما أن أحدا لا يعرف بالتحديد الموقع الذي دفن فيه النبي موسى، فقد أقامت جماعة الرهبان الفرنسيسكان على جبل نيبو هذا المكان لتخليد ذكرى النبي موسى، وذلك منذ القرن الرابع حتى القرن التاسع الميلادي. وبمناسبة عيد النبي موسى أقامت حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية في الأردن قداساً احتفالياً في كنيسة مزار النبي موسى على جبل نيبو بمدينة مادبة، ترأسه المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو للي وكاهن الرعية الأب فراس عريضة وعدد من الكهنة بحضور الراهبات وجوقة صوت المعمدان وجمع غفير من المؤمنين. فأشرق وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وظهر لهم موسى وإيليا يكلمان يسوع. فقال بطرس ليسوع: يا سيد، ما أجمل أن نكون ها هنا. وخلال العظة ذكر المطران الشوملي حياة النبي موسى، حيث كان أول أنبياء العهد القديم والمتكلم مع الله، فبشغفه وبإيمانه أوصل شعبه إلى بر الأمان، مشيرا إلى حاجة الإنسان أن يكون الله قريبا منه، فمن خلال صلاة المؤمن ورجائه يستطيع التحدث مع الله. إخوتي وأخواتي، ماذا يبقى في ذاكرتنا من عيد اليوم؟ أو ماذا نتعلم من موسى
ضمن الأمور الكثيرة التي نجد فيها النموذج والمثال. يكفي نقطة واحدة كي لا ننساها: موسى كان مصلياً لأنه كان صديق الله. نعم، نحن نصلي لأننا نحب الله، نحن نصلي لأن الله يستجيب لنا، وصلاتنا ليست مجرد طلب أو مجموعة طلبات، صلاتنا هي في الوقت نفسه شكر. أيها القديس موسى النبي والمشترع والمثال وصديق الله وكليمه والمعلم والمحرر والقائد والشاهد على التجلي، اشفع لنا، آمين. من أجل أن يقيم الرب في زمننا رجالاً لخدمة الله وأنبياء قادرين على أن يظهروا لإخواننا وجه الله الرحوم والمحب، إلى الرب نطلب. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, perché il Signore voglia far sorgere anche nel nostro tempo uomini di Dio e profeti capaci di riflettere il suo volto di misericordia e d'amore verso i fratelli, preghiamo. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Perché il Signore ci conceda lo stesso spirito di fede di Mosè e delle altre figure bibliche, perché la nostra preghiera possa raggiungere sempre il cuore di Dio e trovare ascolto presso di Lui. Preghiamo. I am who I am, because the Lord revealed Himself to Moses as always being close to those who call on Him. May we always feel His consoling and salvific presence. For this, let us pray to the Lord. Qui a révélé sa pitié et sa miséricorde au patriarche Moïse, nous fasse ressentir son amour envers nous, notre bouminara. Que se iba a cumplir en la entrega del Hijo ensalzado en la cruz, atraiga nuestra mirada hacia el Salvador crucificado, para que en la fe en él podamos obtener la curación de la mordedura de la antigua serpiente. Oremos. إن النبي موسى الذي أخرج شعبه من أرض مصر الذين كانوا يخضعون تحت حكم فرعون كان على صورة المسيح الذي أخرجنا من الموت إلى الحياة بافتدائه لنا على خشبة الصليب لننال الحياة الأبدية.